جوانتي والنظارة والكلام ده. أيهوب إن إحنا إن شاء الله يكون بإسم الله الرحمن الرحيم وبنقول لكم مرحب بينا وبيكم. وآي ثينك دكتورة دعاء خلصي بقى الحالة وإحنا نكمل مع حبايبنا اللي بنكلم معاهم عشان اللايف الجميل الحلو ده هو. نحط شوية كحول بس طبعا الكحول ده هو الله أعلم بيه. طبعا يقول لك الدكتور احمد جايب كحول منين؟ الله العظيم ما انا عارف، ربنا يستر علينا وعليكم. كده احنا خلصنا الكحول بتاعنا نقعد بقى نشوف حضراتنا وحضراتكم. السلام عليكم، وكل اسبوع وانتم طيبين، وحشتونا زمايلنا الافاضل. حقيقه اللايف ده هوت والكونكتيفيتي بالاونلاين حاجه بصراحه جميله، وحسستنا ان احنا في الفترة اللي احنا قاعدينها في البيوت قاعدين واحنا مع بعض كلنا، وايهوب ان احنا نستفيد بيه. قبل كل حاجة هقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم. طبعا بتقول له العربية قولي بقى صلاته قولوا لنا. لكن مبدئيا حبايبنا الافاضل زمايلنا الافاضل، let us to continue our online scientific interactivity. I hope ان احنا نكون شفنا محاضرات الرينا اللي احنا عملناها. We are continuing our understanding color Doppler sonography series run 9 in Al-Hussein University Hospital, Faculty of Medicine Al-Azhar University. الكورس والمجموعة اللي بتتابع معانا فيه بنشكرهم جدا على متابعتهم ومسامعهم للمحاضرات، وفي نفس الوقت بنشكر كل الناس اللي اهتمت بالكويز. وقلنا ان الكويز ده هو just to interact to highlight على some basics، والحمد لله كل اللي بيجاوب بنشوف مدى الفهم بتاع المحاضرات من طريقة إجابته، وان شاء الله اللي جاي افضل. احنا اللي في ايدينا بنلعبه، اللي تغلبه العبه، فاحنا اللي في ايدينا الاونلاين، ودي حاجه جميله والعالم كله شغال بيها دلوقتي. اي هوب ان احنا في خلال الفتره اللي احنا قاعدينها مع بعض دلوقتي نكون بنركز في شويه حاجات. انا عندي تقسيمه للنص ساعه اللي مع بعض دي انترودكشن بسيطه هنتكلم فيها على شويه حاجات عشان زمايلنا الافاضل اللي معانا في الكورس يكونوا مركزين، وزمايلنا الافاضل اللي هم ما كانوش معنا في الكورس وبيحضروا جاست ذس سيشنز اهلا بيهم، وزمايلنا اللي في مصر واللي بره مصر اهلا بيهم. ف بيزيكالي قبل ما اخش في الكويز او في الاسئله اللي هتيجي او قبل ما اخش في الكور بتاع الفانكشنز بتاعتنا او ان احنا اللي احنا الطريق اللي خدناه بتاع البروفيشناليتي ان كل واحد يشتغل شغلته. انا شغلتي مانيش ساينتست في الكيمياء ان انا اقول اجينست الكورونا ولا هعمل في الكورونا ولا لا لا لا. This is my job. I'm doing my job through this line of connectivity. فعشان كده دي نصيحة لكل زمايلي الافاضل، يا ريت ما نهريش يمين وشمال. الجنرال ايدياز عن الكورونا كلنا نسمعها ونعرفها، المتخصصين ده وقتهم، وحقيقي انا بأنادي ان يكون عندنا متخصصين لهذا النوع من الحرب. ما هو ده نوع من الحرب، ولازم نشارك العالم في الحكاية دي، ان احنا يكون عندنا scientific centers dedicated حياتهم دي، ونصرف عليهم ونديهم يعيشوا وينتجوا لنا ابحاث، والامم تتبع الابحاث. ما احنا شايفين الدنيا بره بتمشي ازاي، مش هنتلينا كل حاجة ناخدها من التب. ما هي فرصة ان احنا نشوف حرب لهذا الكورونا اللعين يعني. اللهم يا رب فك الغمة عننا جميعا. يعني خرجت برا الموضوع، ولكن I'm waiting the questions from anyone who did not understand any points ان احنا نجاوبها في موضوع المحاضرة بتاعنا النهاردة. I hope ان بعض زمايلنا عندهم بعض الايدياز وكلموني عنها، وانا بحاول حقيقي ان انا اعمل updates مش عشان احمد ابو الفتوح بنفسه، لا. We need to interact to build new generations من الراديولوجيست او من الجونيورز اللي هم حابين يعملوا امباكت في مجتمعهم. فخذوا بالكم من حته امباكت في مجتمعهم. الدكتور اللي ملوش امباكت في مجتمعه ملوش لازمه.
فيعني انتوا عارفين الشباب اللي بيدرسوا معانا عارفين احنا بنعمل ايه. كنا طلبنا المره اللي فاتت ان احنا هنعمل بروجكتس والتيمز والكلام ده واندر ذا اورجانيزنج جروب. احنا ان شاء الله المحاضره دي تعتبر المحاضره اللي هي قبل الاخيره, واحنا عندنا لسه ان شاء الله احنا كنا بنسجل البراكتيكال سيشن للاوبستاتريك عشان نشرح شويه ازاي بنشتغل اوبستاتريك, لان السيشن اللي جايه هنعمل ان شاء الله مجموعه محاضرات على الفيتال دوبلر او اوبستاتريك دوبلر, هتبقى ديديكيتد وهتعجبكم وهتعجب كل باذن الله تعالى تبقى ابديتد وحاجه جميله. فاحنا خلصنا البراكتيكال سيشن, انما النظري لسه هيجي لكم بقى ايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. طيب دخلنا في كذا حاجه, اعود تاني تقسيمه اليوم. عندنا انترودكشن, واحنا اتكلمنا في الانترودكشن, عندنا اسئله مستنيينها من حضراتكم, عندنا التيم والبروجكتس, وعندنا فكره جديده في البروجكتس. عايزين البروجكت تطلع بما يتناسب مع ايه, بما يتناسب مع نعيشه الان من كورونا ومن ومن. هنقول دور الاشعه في الكورونا ماشي, هنديها بعض الجروبز, لكن المين ايم بتاعنا في البروجكتس اللي هنديها للشباب اللي هي ايه, اللي هي ازاي نكون فعالين في مجتمعنا, يعني ازاي نحارب الكورونا, يعني ازاي يطلع مننا كل واحد يقول رايه ببساطه ونلخص ارائنا وندي توصيات بيها كانه مؤتمر صغير قوي. خدوا بالكم بالفكره دي, ان شاء الله هيقول ان احنا ننجح, والناس اللي متابعه معانا الدوره هم المنوطين بكده. طب اللي مش متابع معانا الدوره او اللي ما حضرش معانا الدوره من اولها, اهلا بيه, ولو له اضافات احنا نرحب بيه. جاتني بعض الاسئله على المحاضرات اللي نزلت بتاعه الكاروتيد, حقيقي كانت لا بتاعه الرينال, المحاضرات الاخيره بتاع الرينال كانت اسئله رائعه وجميله. عشان قبل ما تسالوني انتم انا هقول لكم بعض النقاط اللي في الرينال اتسالت فيها, زي ايه, ليه يا دكتور احمد ما عملتش في البراكتيكال سيشن ايه, ما عملتش ايه, ما انا بيحصل لي انترابشن برضو باللي حواليا, ما انا برضو زيكم الزاويه دي هتجيب حاجات تانية, خليك في الزاويه دي يا دكتوره. طيب ليه يا دكتور احمد ما عملتش وانت شغال رينال وجبت البنانه بيه الابيرنس؟ طيب ماشي, كم حاله هتجيلك هتجيب فيها البنانه بيه الابيرنس؟ اوكي, في الستاندرد اكزاميشن المفروض تجيب الاورطه وتجيب خارجه مخرج البوث رينال ارترز على الناحيتين وتحط عليهم الكرسر وتجيب فيهم فلو, ده جميل كستاندرد لو انا سونوجرافر مش دكتور هجيبه. طب انا دكتور وفاهم احط ايدي واشوف عند الهايلم الابروتش بتاع الهايلم, واحنا قلنا في النظري عندنا اثنين ابروتش, يا اما اكسترا رينال ابروتش يا اما انتر رينال ابروتش, احنا بنقول نعمل الاثنين, بيزيكالي نعمل الاثنين, قدرنا نعمل الاثنين يا سلام جميل جدا, ما قدرناش نعمل الاثنين نعمل ايه, ناخد الانترارينال وناخد عند الهايلم, واللي عند الهايلم طالما فاهم الكيرف ماشي ازاي هعرف ما قبل الهايلم بشكله ايه. فافتراضا جيت عند الهايلم, وده برضو احد الاسئله اللي جاتني, وانا عند الهايلم لقيته تردس بردس, فخلاص معناه ايه, معناه ان في ما قبل الهايلم بروكسيمالي في ايه, في في سيجنيفيكانت استينوزس, او رايح حاطط ايدي على الناحيه الثانيه من الكبني, الكبني الثانيه لقيته في تردس بردس, يبقى خلاص عرفت ان المشكله اورطا مش عند الاوستيوم, عرفت ان المشكله اورطا مش عند الاوست, والله قادر تجيب البنانه بيه في كل فحوصاتك يا سلام حطها. طب ما انتش قادر خدها ان دايركت, بس ما ترجعش مريض, ما تقولش المريض تحضر مره واثنين وثلاثه وما يتحضرش عشان انت مشغول تقوم تقول له لا تعالى لي بعد, لا الكلام ده بيحصل بيحصل وشفناه, وزمايلنا كتير عشان انا كل شويه هتلاقيني احط ايدي على انفي بقى والدكتور بينقل العدوى ومش عارف ايه. خدوا بالكم احنا اهو ادي مسكت منديل وعملت كده عشان ايه ما بقاش بنقل العدوى. احنا عندنا قوانين في الكورونا دلوقتي, مش هنحضن ونبوس, ها مش هننقل الفيروس عشان ما نروحش نسلم على بعض ونحضن ونبوس, احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. عموما اعود تاني, يبقى البنانه بيل اللي هو ايه البنانه بيل, عشان في ممكن بعض الزملاء يقول لك ايه البنانه بيل, في كتير من الزملاء بتاخد الراديولوجي تبص على ايه, تبص على ساينز مسميات, ساينز اشكال, مايكي ماوس فيس, بنانه بيل فيس, روجر جيرس سباين, ها فده طبعا بصراحه المفروض
ما تعتمدش عليها قوي، ما تحطهاش ك ك ك افهم افهم الفكره، وبعد ما تفهم الفكره ايه، وبعد ما تفهم الفكره طبق طبق على اللي انت شايفه. انا مش عارف في اسئله جاتني ولا لا، ممكن لينك محاضرات الكاروتيد، يا ريت الكلام ده على النت هتشوفوه ان شاء الله. متشكرين لجاردينيا وعالم مصر والعراق، انا طبعا بموت في العراق وبحب العراق، وحبايبي من الشمال للجنوب يعني كلهم اهلنا هناك، ربنا يبارك فيهم. انا كان نفسي حقيقي دكتوره دعاء تشوف الاسئله لو في اسئله وتبلغني بيها، لان انا عايز اركز في الصوره ولا اركز هنا هيبقى صعب عليا. خلوني اركز في المعلومه اللي انا عايز اقولها ونشوف الاسئله، ممكن ايه نشوف الاسئله وهكذا. اركز بس في المعلومتين اللي سالت فيهم، وانا ما ايه ما عرفتش عايز ارد كويس عشان الزملاء يبقاش عندهم حته تخليهم في كونفليكت. موضوع البنانا بيل مش شرط في كل حاله رينال، معلش this is my experience، انت بقى وطريقتك، مش شرط في كل حاله رينال. انت عندك لسته، اللسته دي فيها 30 حاله ولا 20 حاله ولا 10 حالات وما عندكش وقت، مش شرط في كل حاله تقعد تعمل كل حاجه. كستاندرد ودوكيومنتيشن حط. طب افتراضا في عندك حالات كتيره جدا انت محتاج تاخد تشيك سريع وتغير وتشوف وتاخد داتا كونفيدنت، فانت لو عملت عند الهايلر وعند انترارينال بارينكمال بارينكمال فيسلز وخدت ابر ميدل لور بولز وكده هتلاقي لك خلاص مش هتغلط ومش هتعدي منك حالات. بنقول لو لقينا في دي حاله ما في مشكله، لا كمل واقعد اديها الفحص كله وحضره. طب افتراضا بقى جيت لحاله حضرتها مره والثانيه والثالثه وقعدت فيها وجازز قد كده وهو مش سونوجينيك ومش قادر تجيب الرينال ارتري عند الاوستيوم، الله احنا مش مغسلين وضامين جنه يعني، المثل ده في مصر يعني، يعني انا مش هجيب كل حاجه. طب ما انا عندي موداليتيز ثانيه تكمل. طالما انت شفت في شك في الانترارينال عند الهايلر او انترارينال وشاكك يمين وشمال وعندك في شك في الحاله والكلينيكال ماشي وفي ساينز تقول لك لا بعد اذنك الحاله تكمل، تروح تعمل مالتي سلايس وتشوف او تعمل انجيوجرافي، يبقى انت عندك في الدوبلر في الرينال برضو. نرجع تاني للمين تارجت بتاعنا ان احنا سكرينينج تول بنضيف للمعلوماتيه اللي جايه لنا ونوصل لدايجنوزس كونفيدنت واكريت وكويك. افتراض الحدودي دي وما قدرتش، لا انا اكمل واتابع مع الحاله واعمل لها المالتي سلايس واقدر اشوف لو في بقى ايه، يعني افتراض ممكن ما كنتش شفت اكسسوري ارتي بطريقه معينه وده طبعا عيب في التاتش في شغلك، لا لازم تعمل مالتي سلايس وتشوف الايه. طب مش هيقدر ياخد صبغه هتعمل ايه؟ هو انت ما عندكش غير مالتي سلايس، انت عندك موداليتيز ثانيه، اعمل ام ار اي ما كانش، اعمل ايه؟ اعمل انجيوجرافي. الايديا احنا عايزين نبقى كونفيدنت واكريت وكويك وبنشتغل بفهم مش بنشتغل بحفظ. بحفظ هتنيني شغال وخلاص وضيع وقت وضيع ريسورسز وضيع وده، لا لا لا، عدد كبير من الحالات عندك اشتغل عندك ابروتش انترا رينال وابروتش اكسترا رينال. لو قادر تعمل الاثنين اعملهم ده الصح. طب مش قادر اعمل اللي معاك وخد من اللي معاك ايه، خد من الاكسترا رينال ايه، خد داتا تبني عليها دايجنوز. ده كان كلام سريع بالنسبه للايه لانك تطلع البنانا بيل يعني ايه، تطلع الاثنين رينال ارتريز من عند الاورتا في الميد ابل. في سؤال تاني قال لي الاورت رينال اورتيك ريشيو، طبعا ريشيو مهم قوي تجيبها ومعروفه ازاي وهتجيبها ازاي. خد مقاس في الرينال ارتري عند الهايلم وخد مقاس في الاورتا ما قبل الرينال ارتري واقسم الرينال ارتري سرعه على البيك سيستوري، على مين؟ على سرعه الاورتا. طيب احنا عارفين ان هي المفروض ما تعديش 3.5، اوكي افهم فكرتها وراجع النظري عشان لما تفهم فكرتها هتلاقي الموضوع فيري سيمبل وايزي وما فيهوش مشكله. اي هوب ان انا لو في اسئله يا ريت، انا مش شايف طبعا الشاشه، لو في اسئله مش مهم. النقطه اللي عايز اروح لها على ما نشوف في اسئله ولا لا، عايز دايما نأدي دورنا حتى كده بره الايه، بره الدوبلر. احنا كدكاتره دلوقتي كتير جدا من الاطباء بيقدر يقرا في الكورونا ويسمع يمين وشمال ويتسرع في ان يقول ان الورلد هيلث اورجانيزيشن قالت كيت وكيت وكيت وقالت دور الراديولوجيست كيت وكيت وكيت وقالت كذا كذا. يا ريت ناخد المعلوماتيه بالراحه، ناخد المعلوماتيه بعدم اكساجريشن، نبقى هادين في تصرفاتنا. بس انا حقيقي وجهه نظري
كل يتخصص في شيء. خلينا نعود الى التخصصيه، عشان كده تلاقوني مصر ان انا اشرح دوبلر الفتره دي. انا قلت اشرح قبل ما نتكل على الله، الله اعلم، ونسيب الماتيريال بتاعتنا على النت لعل وعسى تبقى لنا ثواب عند الله سبحانه وتعالى لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. الرساله اللي عايز اقولها ايه؟ Let us to be professional. مشكلتنا العاطفيه والانجراف ولا لا، احنا professional. كل واحد بيسمعني من حضراتكم حقيقي المفروض يدور هو يملك ايه كويس ويضيف بيه نفع للناس. تملك ايه كويس ضيف بيه نفع للناس. فكر في دي قوي. خلينا بروفيشنال. يعني النهاردة المفروض يكون عندنا اقسام، زي ما في الطب اقسام، الكيمياء اقسام، ابحاث مراكز، مراكز بحثية، مراكز بحثية متخصصة لمحاربة الكورونا او غير الكورونا. وده اللي يمكن تناقشت فيه مع بعض الزملاء الافاضل، وبصراحة يعني كان رأيه قوي جدا، وكان سمع كتير وحضر مؤتمرات الفترة دي أونلاين. ودي برضو نصيحة بقولها لكل زمايلنا الأفاضل، بقدر الإمكان ما تأجلوش الساينتيفيك أكتيفيتيز وخلوها شغالة، واستخدموا الإنترنت لكل الأفاضل زمايلنا. إيفن لو كان في، يعني إحنا عندنا مؤتمر حقيقي جامعة الأشعة كان 7 أبريل القادم، وكان نفسنا يتم قوي، كان يعني إن شاء الله نتواصل مع المسؤولين لعل وعسى نقدر حتى لو عملناه مينيمايزد حتى لو يوم واحد. المهم نقوم بالحدث ونحاول نكونتينيو اور ساينتفك اكتيفيتيز بقدر الامكان. ليه؟ ده دورنا، ده اللي احنا في ايدينا. طب في واحد غيري دلوقتي دوره انه يقوم يعمل عمل في المستشفى مش بتاعي، هو دوره يتخصص فيه، واحد ثالث، واحد رابع، واحد خامس. بليز بي بروفيشنال. كل في ايده حاجه يطور منها ويستغل فترة القعدة دي انه يطور منها، وان هو ايه ينفع بيها غيره on scientific base بقدر الامكان. طيب عندنا بعض، ما فيش حد كامل، عندنا بعض الديفكتات، اهلا وسهلا قولولنا عليها عشان نصلح منها. عندنا محتاجين نتعاون كتيم نعمل حاجة معينة، اهلا وسهلا. دي كلها ideas انا يهوب في خلال التواصل الاسبوعي ده اوت ان احنا ان شاء الله نحافظ عليه. و لو ليكم اي اراء في التطوير بتاعه ياريت ايه نسمعها. مش عايز اطول عليكم، انا عارف ان الوقت ده ممكن يكون وقت الشغل عند بعض الناس، بعض الناس عندهم حظر، ولكن يمكن حتى فكرنا ان احنا نعمل النص ساعة دي تكون في وقت الحظر اللي هو بعد الدوام، علشان ولكن احنا عشان اكتف وخرجنا بقى وهكذا، فنقول ايه ربنا يوفقنا جميعا. لحد دلوقتي ما جانيش ولا سؤال، والتيم اللي معايا ما قاليش خلاص. مش معنى ان احنا ما جناش سؤال يبقى احنا نزعل ونعيط وناخد مناديل ونصوت، لا طبعا. في هنشوف ده ايه دوت. حضور دائم، متشكرين طبعا. بنشكر كل زمايلنا الافاضل اللي هم بايه اللي هم بيتابعونا. في سؤال هنا بيقول دوبلر اوف رينال، يعني كده ملخص الدوبلر اوف رينال عند الاوريجين هايلم انترنال. بص يا دكتوره كريمان، انا هعيد تاني النقطة دي تاني. مشكلة الرينال دوبلر ايه؟ هو سهل جدا، بس المشكلة عشان ما بيجيلكش كتير زي الدي في تي، اتنين مش كتير بيقعد يركز فيه وفهمه معانه، يعني سهل جدا. تلاتة في ناس بتيجي تشرح بتصعب، انا ضد التصعيب، ضد السوفيستيكيشن. محدش هيجيب الكتاب اكتر من يعني بليز سيمبليفاي. فأنا بكل بساطة والله بكل بساطة، أنت قاعد في عيادة وجاي لك حالات كتيرة وجاي لك حالة رينال دوبلر، إيه اللي إحنا شفناه واللي لاحظناه؟ كتير من الزملاء الأفاضل يعملوا إيه؟ تبص تلاقيه عشان هو مشغول وهو يقول روح اتحضر. ببساطة ممكن المريض يكون جاي له منين؟ لو إحنا في مصر مثلا في القاهرة يكون جاي له من الصعيد مثلا، يقول له روح اتحضر. يا عم اهدى، شوف مريضك، لو جاي له في البرايفت هيقعد، لكن لا بالعكس، إحنا عايزين نقول الكونسبت الأساسي. الرينال دوبلر انا عايز منه ايه؟ وده في كل الايتيمز بتاع الدوبلر اللي شرحتها في اول المحاضره، بقول لك هو انت عايز من الفحص ده ايه؟ انت عايز تشخص يا اما حاجه في الرينال ارتري يا اما حاجه في البارينكيما، ده الجنرال، ده الكومن. طب ايه اللي في الرينال ارتري؟ مبعوت لك ليه؟ مبعوت لك عشان عنده هايبرتنشن، ده الكومن، عشان عنده هايبرتنشن وعايز يشخص فيه ستينوزيس في الرينال ارتري ولا مفيش، او في بارينكيما او مفيش. انت ببساطه بتشوف ايه؟ ليك طريقتين، لو قادر تشوف عند الاورطه وتاخد كل الفحص كامل اهلا وسهلا، تشوف عند يبقى تاخد الابروتش اللي عند الاكسترا رينال وعند الانترا رينال، خد الاثنين. طب ما انتش قادر،
بص على الانترارينال وبص على الهايلا ولقيتهم ماشيين زي الفل ومقاساتهم كويسين وحاله المريض كويس وكلينيكالي كويس وسنه كويس وماشي مع الكلينيك وكلم الكلينيشن. الله حط الداتا دي عندك واعمل فولو اب. ما تقولش المريض روح اتحضر مره واثنين وثلاثه وبعد كده مش عارف تعمله وتبقى صعبه عليك وتكبر المواضيع وتقيس 100 حاجه وبتاع. عشان كده بقول لك راجع النظري والخلاصه. لو عايز تعمل هايلا وانترانين الابر ميدل لور انا اقول لك كده ممكن يبقى كافي جدا. طب افترضا بقى في حاله انت عامل قبل كده وشايف الدنيا بتسوق لا اقعد حاول تطلع اخر حدودك ما قدرت تطلع عند الاوستيوم خلاص خلصت. انت جايب شفت الفلو بيقول لك مفيش استينوزس هتعمل ايه عند الاوستيوم تاني؟ طب لقيت استينوزس هو انت مطلوب منك تفرق ايه لو لقيت استينوزس وانت حاطه عند الهايلا؟ مطلوب منك تشوف حاجتين، هل هو فايبروماسكولار ديسبليزيا ولا هو اسيرسكلوز؟ ودول 80 90% من الاسباب. هتيجي بقى على اسباب اخرى ارترايتس مش عارف ايه لو في انيوريزم الكلام ده مش هتلاقيه في كل حاله. ولكن زي ما قلنا تو بي سمبليفاي عشان ما تصعبوش الموقف امشي بالطريقه دي وبعد كده لو لقيت حاله محتاجه حضرها وشوفها ما قدرتش تجيبها تضطر تروح لايه لموداليتي اخرى تبين لك احسن. ده كان بالنسبه لسؤال رينال دوبلر. ايه تاني بنشكر كل الزملاء طبعا اللي عمالين ايه يشكروا ومتشكرين على دعواتكم الجميله وحقيقي بتشجعونا برضو مهما كان وبقول لكم متشكرين جدا. اي هوب ان انا اكون الى حد ما يعني قدرت ارد. يعني هو ما فيش اسئله كتير لكن انا جاوبت على السؤال بتاع البنانا بيل اجيبه ولا لا، وجاوبت على السؤال رينال واكسترا رينال وانترا رينال. لو في سؤال تاني مثلا المقاسات هنقيس ايه؟ هنقيس رينال اورتيك ريشيو لو قدرت يعني كويس. خدوا بالكم الريشيو هتبقى مهمه جدا في حالات السيجنيفيكانت استينوز. طب لو طلعت نورمال معظم الحالات 90% من رينال دوبلر تشغله هتطلع نورمال. عارف ليه؟ لانك دايما بتقيس البيك سيستولي. هي فايدتها ايه؟ انك تقيس البيك سيستولي بتاع الرينال ارتري عند خد بالك عند مكان الاستينوزس وتقوم قاسمها على سرعه الاورطه. طبعا يعني مع احترامي لو انت شغال بس في حياتك كلها رينال فقط ممكن تجيبها كتير. طيب مش شغال يعني فقط خد يا سيدي عند الهايلم سرعته كام؟ طالما الفلو طالع كويس، طالما الفلو مش تردس بربس، وطالما في فلو ممكن ما يكونش في فلو مثلا يكون اوكلودد. وطبعا لو اوكلودد لو اوكلوجن مش هيجي لك الكدني طبيعيه هيجي لك فاق انفاركشن وشغل كبير يعني. فالايديا ايه؟ يعني زي ما بنقول دوبلر از كولكتيف دايجنوزس. الكونسبتس بتاعت الدوبلر والهيمودينامكس خطيره ومهمه عشان كده تلاقوني في كل محاضره بعيدها وما بزهقش منها. فيها دكتور بيسال حضرتك شايف ان احنا كاطباء اشعه نساهم ازاي في الكورونا؟ ده خطير، ده سؤال خطير. ده انا قلت ايه؟ مفيش دكتور يبقى قايم بعمله صح الا ما يساهم في مجتمعه. احنا عندنا حرب كبيره مع الكورونا. اول حاجه دكتور اشعه اعرف الكورونا دي دكتور الاشعه دوره ايه؟ والكلام ده بجايد لاينز عالميه وحقيقي اساتذه كتير نزلوا هذا الكلام واي ثينك ستيل كل يوم بيتغير. فانت خد عشان كده قلت لك خد المعلومات بالراحه. نمبر 1. ثانيا انت بشر انسان عايش مع المجتمع. يعني لو عندك باك جراوند عن بعض الانفكشن كنترول علم اهل بيتك، علم جيرانك، علم واستخدم الانترنت واستخدم الاونلاين. طيب في المستشفى دورك هتروح تشتغل خلاص خد احتياطاتك. في العيادة هتشتغل احتياطاتك. مفيش شغل وقاعد في البيت ساهم ازاي تطلع ايديا جديدة تحارب بيها الكورونا. عشان كده انا قلت ان احنا في البروجيكتس بتاعتنا هنقول ايه بقدر الامكان نطلع هنعمل بروجيكتس للتيمز اللي عندنا. احنا عندنا حوالي 11 تيم وكل تيم فيه على الاقل 3 4 5 دكاترة. طب دول يعملوا ايه؟ عايزين منهم افكار ازاي استراتيجيا نحارب الكورونا. استراتيجيا خدوا بالكم الفكرة دي ازاي استراتيجيا نحارب الكورونا؟ يعني ازاي نوجد اليات كمجتمع احلام كده الواحد بيحلمها احيانا. ازاي احنا امة بالكامل ما عندناش هيئة تجمع الامة بالكامل تحارب مين؟ السيدة كورونا او السيد كورونا. طب هو كورونا بس؟ طب ما في كورونا وغيره بيجي على مدى العصور. طب ما ننشئ هيئة زي جامعة الدول العربية تقوم بالدفاع عننا. طب ازاي؟ تكرم العلماء. العلماء فين؟ وندي الطبيب المثالي للعلماء
الام المثاليه للعلماء. العلماء فين؟ هو ده وقت شفتوا بقى العلم. عشان كده احنا بنقول ايه، بي بروفيشنال، اتعلم علمك، كن احسن واحد في علمك في العالم، ما تفقدش الثقه، خليك امل، دونت جيف اب. الله سبحانه وتعالى موجود ولسه بنتنفس، حياتنا مكتوبه، ناخد بالاسباب. كل دي مش معناها توكل، لا احنا بنتوكل، يعني نعقل الامر ونتوكل على الله. احنا دلوقتي هنموت، سمعنا الدنيا بتموت، لا مش هنموت، هنجابه وهيطلع عندنا اولاد وغيرنا وغيرنا. الله سبحانه وتعالى ليه حكمه فيما يحدث، والذكي يفهم هذه الحكمه. دكتور الاشعه طبعا ليه دور، انت اول واحد فكر دورك ايه، وابتكر لي دورك ايه وحطه لي، وحطه اعمل لي، ساعدني ان احنا نعمل حاجه كلنا بطريقه، في مستشفاك، في مجتمعك، في جمعيات خيريه، في رسائل على النت. بس رجائي رجائي ما تنشرش وما تشيرش حاجه ما انتش متاكد منها، ما تنشرش ما تشيرش مشكله بينك وبين اخوك، ما تشكرش. Let us to use the social media on scientific base. واللي عايز يدخل على على البيبرز يخش ويكتب كده ازاي تستخدم السوشيال ميديا وانت كراديولوجيست او انت كطبيب. ده علم خلاص بقى عصر موجود. فاذا في علم لهذا الكلام، والعكس اعمل انت بيبر ازاي استخدم السوشيال ميديا دي في محاربه الكورونا. هتقول لي بنشر وبنشر وبنشر، لا انا عايزك تروح لما هو ابعد، فكر استراتيجيا، خلي رؤيتك اوسع، وما تفقدش الامل، وما تظلمش الدنيا على الناس. الناس محتاجه امل، ما تظلمش. خلاص الناس حست ان كل حاجه فيها، حتى بنتي تقول لي بابا ما تسلمش عليا. يا جماعه احنا ناخد الحذر وناخد بالاسباب، وما نظلمش الدنيا اوفر ولا نهون منها. لتستبي امه وسطا، فلنكن امه وسطا. ربنا سبحانه وتعالى يجعل بينا الخير ان شاء الله. يقول بيني بي مش عارف ايه في كيف بلا 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 بلا، جود لك، متشكرين. انا حقيقي عايز تقولي سؤال، هو بيسال على هانس اون لايف. هانس اون لايف، طب لحظه، يو ويل بي فيري ثانكد اف يو برودكاست يور لايف هانس اون دوبلر تيتشر. والله دكتور رزجار حبيبي، رزجار ده يبقى من ناحيه كردستان، حبايبنا كلهم، وربنا يجعل عيدهم جميل ويوفقهم ان شاء الله، وهم حبايبنا واهلنا. عايز اللايف هانس اون حقيقي، اتمنى اوصل للمرحله دي فعلا. انت اشكرك يا دكتور، اند اي ويل سبيك انجلش. انا عارف ان بعضكم ممكن ما يكونش عارف يتكلم عربي. يس، تو دو لايف هانس اون از فيري افكتيف اند فيري تارجتد، اند اي ويل تراي. بس مش هوعد، علشان حضرتك ما تعرفش التصوير ده بيتعبنا ازاي، ولكن بالسمبله دي او to be simple we can do it by mobile also. I will try بإذن الله تعالى. أنا أحاول. I will try to do it إن شاء الله. And thank you so much for this hint. It is good. But I need, if I do something live like that, I need your, not only you, all of our attendants or of our audience to share by picking our mistakes. كلما أنت تلقط المستيكس بتاعتي تطورني، وانا اتطور وانت تتطور، واحنا الاثنين. واتمنى حقيقه، I hope from any one of you to make any videos like that, and I will attend you, I will be audience to you, I will add to you and you will add to me. This it is a great idea to be interactive. حقيقي احد اهدافنا في التعليم ان احنا نبقى انتراكتف، ويمكن بعض الزملاء حقيقي بيفتقدوا ان احنا نتواجد في المستشفى عشان الانتراكتيفيتي دي. وحقيقي بما يرضي الله انك تبقى قاعد في وسط الشباب اللي بيتعلم، وهم بيتعلموا منك وانت بتعلم منهم، بتبقى انتر اكتيفيتي رائعه. يا رب يديمها علينا نعمه جميعا، ونعود الى اعمالنا والى اشغالنا، وتبقى ايه حاجه مفيده للناس. اسئله اخرى بعد اذنك يا دكتور، محاضرات ثانيه تمام. طبعا الرينال والكاروتيد، دكتور محمد محجز، ان شاء الله احنا قررنا ان احنا نخرج الكورسات اللي عندنا اونلاين، ويا رب اجعلها في ميزان حسناتكم وحسناتنا. واحنا مش كاملين، عندنا اخطاء، نحب تعرفوا لنا اخطائنا فيها، علشان كده بنطلب منكم اي حاجه شايفين فيها ديفكت بلغونا من فضلكم، لان هي حاجه بتتحط على النت ومفيش حد فينا كامل. We need to be more and more effective, be more on scientific base. ان شاء الله هنكمل السلسله كامله،
ورب ان شاء الله وكل ما عندي او ما عند بعض الزملاء من 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 معلومات يحطوها وانتم تصححوها واحنا نصححها وهكذا نصل الى احسن درجه من التيتشنج كواليتي. اي هوب ان ربنا يتقبلها ان شاء الله. اني مور كويشنز. عاشت ايدك، كلمه عاشت ايدك دي جميله جدا. اخواتنا في العراق يقول لك، احنا في مصر قول تسلم ايديك، احنا بنقول عندكم عاشت ايدك. يا ورد يا وردة، بتطلع كلمة جميلة جدا. وبصراحة رحلاتي في العراق ورحلاتي في السودان ورحلاتي طبعا ليبيا، ربنا يفك أمورهم ويتحسن أمورهم، واليمن كذلك، حقيقة زادتني معرفة بأصل وكرم أمتنا الحبيبة، سواء كانت في جنوب العراق، في النصرية، في البصرة، في الديوانية، في وسط العراق، في بغداد وما حولها، في شمال العراق، في أربيل ودهوك والسليمانية، وحبايبنا في الموصل، بما يرضي الله احنا شفنا منهم كرم رائع، وشفنا منهم صفات حلوة جدا حافظوا عليها ومسكوا بيها وإعلوا القيم. وعندنا طبعا زي عندكم بعض الفساد، عندنا بعض الفساد، ولكن في الآخر بنقول إيه، الدنيا كده ماشية، مش هتقول لا، فيها كده وفيها كده. يبقى إن احنا كلنا بقدر الإمكان اصحاب القيم يحافظوا على بعضهم، واحنا بنتعلم منكم كذلك. اخواتنا في السودان كرمهم رائع واخلاقهم رائعه، وبصراحه شفنا منهم روح عاليه جدا. واخواتنا في اليمن حقيقي، احنا رحنا اليمن قبل كده، ولكن الفتره دي دكتور منير والمؤتمر اللي عمله، وكذلك اخواتنا في ليبيا. وبصراحه عايز اقول حاجه، الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه، دي الرساله اللي عايز اوصلها لكل زمايلنا. واحنا ما عندناش راسيزم خالص، وارجو ان كل اللي متابعينا في هذه الاكتيفيتيز يفتكروا دايما ان الراسيزم اسوا شيء وصلنا الى الخلف، وهو ده احد الاشياء اللي مخلينا مش قادرين نطلع، احنا كامه نطلع سلاح صغير يقتل. ليه؟ واحنا ناقصين علماء؟ بالعكس، علماءنا بره بيسافروا زي الفل، ويعني بيكمبيت كويس جدا. طب ايه المشكله بتاعتنا؟ الراسيزم. فاحنا ما عندناش الرسول عليه السلام قال دعوها فانها منتنه، فلنكن بجد بجد يمكن ناخد دي فرصه ان احنا نتحد على القيم. القيم تغلب دائما، الخير والشر هيتنوا موجودين، ولكن اصحاب القيم يبقى هم اللي يعلو من قيمه عملهم. ويمكن احد اهدافنا دلوقتي ان احنا بنظهر عملنا على النت او ننشر يمين وشمال. كتير جدا يقول لك يا دكتور انت بتحب الشو. بحب الشو، حب زي الشو، وتعالى انا وانت نعمل شو محترم، ما نسيبش جزء صغير للشو اللي مش محترم ولا ايه. This is my philosophy. يمكن اللي بيسمعني عنده فلسفه تانية، اهلا وسهلا، نتقبل الاخر. يمكن اتربينا في الازهر على كده، الازهر ربنا على ان احنا نعرف الراي والراي الاخر ونقبل الاخر. يا اخي خلي عندنا متسع. اديكوا شفتوا حاجه صغيره قد كده مش شايفينها، الله سبحانه وتعالى بيختبرنا فيها، وعلى فكره بيرد. اللهم يا رب احفظنا جميعا. كتير جدا من الناس اتظلمت ما حدش جاب حقها، وكتير جدا من الناس بتظلم، وكتير من جدا عملوا ايه، توقعوا مثلا هقول على حاجه بقى صغيره، دكاتره الاشعه يسمعوها ويجوب ان هم ما يزعلوش مني. هقول لكم حاجه بسيطه جدا، احنا بنحارب في السوق علشان ايه؟ عشان ما نطبقش النسب. طبعا يعني النسب يعني الكوميشن. مين فيكم هيعترض معايا وما يعترضش معايا؟ هنقعد نختلف 20 سنه على ان الكوميشن حلال ولا حرام، صح؟ طب يا عم تعالى نشتغل محترم. هتقول لي الكوميشن محترم وبزنس، هقول لك يا سيدي طب ما تبص لها كده، انا عندي كورونا ورايح اكشف عندك، هتبعتني يمين ولا شمال حسب الفلوس؟ بصوا بقى هي قصص طويله. من الاخر انا رافع دعوه ضد الكوميشن وبطبقها في حياتي بفضل الله تعالى. اي هوب ان احنا نصبر عليها ونكون كلنا كده ايد في ايد، ايد واحده. اي نعم ما احناش المدينه الفاضله، ولكن let us to highlight او نريز الايشوز بتاعه الايه، الاخلاقيات والقيم بقدر الامكان. ما حدش يزعل مني، انا بحبكم كلكم. تقريبا في بعض الاسئله، في اسئله يا ريت كده. من دكتور نوري عباس بيقول كل الاطباء الذين يطلبون رينال دوبلر بيكون المريض يونج بيشنت ويز هايبرتنشن. نوري، فين نوري عباس حبيبي؟ ده نوري ده حبيبي، من حبيبي الدكتور نوري، ومن الناس اللي دايما بيزيدونا بالعلم، وكل اهلي في البصره بحبهم. الرينال دوبلر بيجي يانج بيشنت طبعا معظمهم،
وعشان بيبقى عنده هايبرتنشن وما بيستجبش لاي دواء. وتيك كير من اي حد يجي لك في السن الصغير وما بيستجبش الدواء وعنده هايبرتنشن. بعد اذنكم خدوا بالكم من حاجه اسمها كواركتيشن اوف ذا اورت. بلاش تفكر فيها كده، فكر فيها بيزيكال. ازاي هحط ايدي انترارينا، هحط ايدي عند الهايلا واحط ايدي عند الهايلا يمين وشمال، لقيت تاردس بارفس ما تستناش، بص الناحيه الثانيه. يعني حط ايدك على الرايت كده، لقيته تاردس بارفس بص الناحيه الثانيه، لقيته تاردس بارفس على طول اطلع شوك في الاورتا. هتحط ايدك في الاورتا في الميد ابدومن، مش هيجي لك الفلو كويس. اعرف ان البيشنت دوت ممكن يكون عنده كواركتيشن اوف ذا اورتا، لان السبب هيبقى حاجه في الاورتا. ماشي، تعمل ايه؟ اعمل شيست اكس راي وشوف الانفيريور ريب نوتشنج ده لو ما عندكش مالتي سلايس، وبعد كده نقله المالتي سلايس، هيقوم جايب الاورتا كله يشخصه بشكل كويس جدا. طيب ما لقيتش تاردس بارفس وسنه صغير وعنده هايبرتنشن وحطيت ايدك على كل البارامتر، اهم حاجه تحطها تحط الداتا بتاعتك كلها في جدول علشان هتعمل فولو اب بعد كده، وتقول انه ما عندوش سيجنيفيكانت رينال ارتري ستنوزس. ده مهم جدا. والاثر كوزز بتاعت الرينال الهايبرتنشن بقى الانترا رينال كوز، كان في بقى نيفروتيك، كان في اشياء اكوردنج تو ذا ايج. فانظر للحاله بهذا المنظر. وانا عارف دكتور نور عارف السؤال، عارف الاجابه قبل ما يقولها لي، ولكن بشكره جدا انه بيهايلايت على بعض النقاط اللي احنا لازم نقولها. كاتب او بعض الاحيان بيكون سمول كيدني من الصعب عمل دوبلر. جميل جدا، هي سمول سايز دي كيدني. واحد عندك جاي لك مثلا عنده رينال فيليا، كل الناس اللي عندها رينال فيليا لما تجي لك بص كده على الكيدني عشان تشوف شكل الرينال فلو في حالات الايه؟ الرينال فيليا. هتلاقي الفلو طالع هاي هاي فيري هاي ريزيستنس. ما قدرتش تطلع فلو خالص، خلاص ذيس از اند ستيج كيدني وسمول سايز ايكوجينيك، حتى بتشوفها بصعوبه. انت عشان تطلعها بتطلع معاك بصعوبه. فما تتعبش نفسك، حاول تجيب عند الهايلاند بقدر الامكان. قدرت تجيب ارتري لازم هتلاقيه فيري هاي ريزيستنس. يمكن انا منزل حاله في شرح النظري كانت حاله زي كده، كانت سمول كيدني وكانت ايكوجينيك، وهتلاقي الفلو ماشي فيها فيري هاي ريزيستنس. لكن خد بالك في الحالات اللي زي كده ممكن تلاقي ايه؟ الابستروك بتاع الرينال ارتري فلو هتلاقيه حلو، الاكسليشن تايم هتلاقيه حلو، لان مش الاستينوز، مش السبب كان استينوز. طب افتراضا كانت سمول كيدني يونيلاترال والريجولار وتحط على الرينال ارتري يطلع لك تاردس باربس، ممكن ده يبقى يونيلاترال رينال ارتري استينوز. خد بالك، لان احد التشخيصات اللي تساعدني على وجود رينال ارتري ستنوزس ان الاقي ايه؟ الاقي كليه اصغر من الثانيه. ولكن انا في الكليه الاصغر من الثانيه بشوفها، هل هي كورتيكو مدلل ديفرنشيشن لسه موجود ولا راح ولا ايكوجينيك؟ لو كدني صغيره كورتيكو مدلل ديفرنشيشن كويس جدا ومفيش، يعني هي سمول سايز عن الثانيه والسايز ديفرنس اكتر من 2 سم، في الحاله دي تشك. طب افتراضا حطيته ولقيت كل حاجه نورمال، ما تخافش، انت دورك اديته خلاص، اذر كوزس ممكن تيجي بقى خلاص. ولذلك احنا ما نكبرش موضوع على نفسنا ونصعب. دكتور نوري شاكر جدا جدا، وتحياتي للدكتوره عفاف وكل الجروب بتاع المسرح حبايبنا فردا فردا. ويا ريت كده ايه تدعونا تاني كده نيجي نزور الكوبري الايطالي الجميل، ربنا يحفظنا ويحفظكم. وهكذا افضل سكيل اجيب بيه الرينال ارتري. سؤال حلو جدا، دكتوره اسماء مشكوره جدا بتقول لي افضل سكيل اجيب بيه الرينال ارتري. انا قلت قبل كده وبرضو اعيد تاني، لما تخش تشتغل على فحص الاجهزه الجديده سهلت، زمان ما كانش كده. الاجهزه الجديده بتخش تختار انك تشتغل رينال دوبلر خلاص. طب افتراضا ما اخترتش، اولا عايز اقول كونك اخترت رينال دوبلر معناه ايه؟ معناه ان المكنه بتبريست البروب فريكوانسي والبي ار اف على سرعات تتناسب مع سرعات الرينال ارتري. فتقوم لما تيجي تعمل سكيل وتحط السامبل فوليوم على ارتري رينال يطلع لك ويذين ذا رينج، ده الطبيعي، وان انك انت دخلت من اول على البريسيت. طب افتراضا دخلت ولقيت الدنيا عايزه تتظبط، ما تحفظيش رقم يا دكتوره اسماء، ما عمري ما حفظت رقم سكيل، لا انا بحط ايدي صح. واهم نقطه في وضع الايد صح اللي هي ايه بقى؟ الانجيوليشن.
اهم لو رين لا تخيل دي كدني وده اورت انا اهو مثلا ده رينال ارتري وده الكدني وهتحط ايدك هنا حاول بقدر الامكان تروح كده عشان تعمل الايه يبقى اهم حاجه عشان السكيل تعمل عوجه كويسه جدا مع الفيسل علشان تقدر تطلع بسبيكترم صح لانك لو ما طلعتش لو ما عوجتش مش هيطلع السبيكترم صح طب عوجت وكل حاجه مظبوطه ولقيت ان الفلو بتاع الرينال ارتري طالع معدي السبيكترم بتاعك هنا في الحاله دي تقوم رايح على البي ار اف تزوله لو ان البيز لاين كان مفيش مسافه تنزله يبقى علاج ده تعمل ايه تنزل بالبيز لاين الاول ما كانش تقوم مزود السكيل شويه تزود كام رقم عمرنا ما حفظناه لانك انت بالتبعيه بتحط ايدك لقيته عالي تقوم ايه لقيت الفلو معدي السكيل تقوم مزود الايه السكيل لقيت الفلو قليل قوي تقلل السكيل ده بالنسبه للدوبرا السكيل السبكترال سكيل انما بالنسبه لو انت بتحط كالر بوكس بس ولقيت في الكالر بوكس الرينال ارتري طالع ومليان اليازنج على الاخر علي شويه السكيل بتاع الكالر يبقى احنا عندنا نوعين من السكيل سكيل كالر وسكيل سبكترا ده عمري ما حفظته في حياتي في ناس بتحفظ لا 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 ما بتحفظش انت طالع معاك عالي في اليازنج علي السكيل بتاع الكالر طلع في اليازنج في السبكترا علي السكيل طلع قليل قوي الفلو لقيته قليل جدا رغم انك انت ظابط الانجل مش الانجل بار ظابط انجل ايدك في الحاله دي قلل السكيل شويه ويزيد معاك الفلو وده ممكن ان شاء الله دكتوره اسماء تتابعينا ان احنا نعمل فيديو ليها وان شاء الله اي هوب ان احنا ايه ننفذ هذا الكلام. هل هناك اسئله اخرى؟ احنا مش عايزين نطول عليكم وتزهقوا ولكن انا سعيد جدا بحضراتكم. دكتورنا في توجه كبير الان في هذه الظروف الى الشيست التراساوند. طبعا حضرتك الشيست التراساوند مش الان احنا بس مشكلتنا لما جت لنا القرصه فوقنا. شيست التراساوند واحد من الابديتس في استخدام السونار في الشيست ديزيز مش ديزيزز كلها عشان ما تاخدش الدنيا وتروح تقول ده انا بعمل شيست وبجيب وانا الهيرو لا 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 خش حضرتك على الامرجنسي التراساوند وعلى فكره للحفاظ على تخصص الاشعه بليز الانتيتي دي روحوا اقروها وهتلاقوها سامبل جدا ومفيش حد فيكم بيشتغل سونار الا لو هيعرف يطلع الفكره بتاعه تشيست التراساوند كل ما في الامر ركز خش على البوينت اوف كير التراساوند اللي بنسميه فوكس هتلاقي فيه جزء منه للشيست اماكن معينه تحط ايدك عشان تشخص ايه نمبر 1 نيوموثوركس وممكن يساعدك في انك تحط كانيولا تطلع بيه نيوموثوركس وتشيل الكومبريشن بتاع اللانج لو كان تنشن الايديا شيست التراساوند احد الاشياء اللي دلوقتي عليها بيبرز كتيره اقروا حضراتكم وهتلاقوا فيها فايده عاليه جدا عشان ما يروحش منكم اللعبه دي وبعدين تيجي تقولوا بيروح التخصص خلاص يبقى في الامرجنسي التراساوند اقرا لانك ممكن شيست التراساوند تستخدمه انك تحط تيوب انك تركب تعمل اسبيريشن انك تشوف تيومر لو كان بريفرال وهتشوف شكله ايه والفاسكولاريتي بتاعته انك تاخد بايوبسي منه بالسونار انك تشوف النيوموثوركس والايه والساينز اللي هي حركه البلورا وتعرف ده من ده فتشيست التراساوند حلو ومهم ولازم يكون عارفه والمفروض لو بنشتغل وبتقابلنا طوارئ نبقى جاهزين بيه لان بتوع الطوارئ بيشتغلوه دكاترتنا الحبايب بتوع الطوارئ بيشتغلوه دكاتره التشيست بيشتغلوه وات از نوت ا بيج ايشو لان عندك البيزكس بتاعت السونار عارف يعني ايه هايبر ايكويك يا هايبر ايكويك وفاهم والانجل ومش الانجل انت عندك البيز اقراها شويه هتلاقيها زي الفل وان شاء الله ممكن نعمل عليه سيشن باذن الله. افراح دكتور ما هو دور السونار في فحص الشيست عن تحديد غير تحديد انا كلمت الوقت اهو مهم جدا تحديد النيموثوركس بالسونار في الطوارئ عشان لو كان تنشن تتاخد قرار في ساعتها ازاي ما مش هينفع اقولها دلوقتي لان محتاجه ان انا اشرحها خلونا ممكن نعمل سيشن عليها لكن عايزكم على الانترنت تخشوا وتشوفوها في ساينز الحركة البلورا لو فيها هواء الحركه بتاعتها هتبقى ريستريكتد بطريقه معينه لو ما فيهاش هواء هتلاقي الدنيا يعني ان شاء الله ايه نشرحها يعني ربنا يحفظكم يا حبايبي وارجو ارجو من الله هاو دكتور معن حبيبي جميع يعني بصراحه البصره كده تاخد الابر هاند في الاسئله هاو فولو اب بيشنت ات رينال داياليسيس رينال داياليسيس دكتور معن حبيبي من الناس الشاطرين جدا ومن الناس اللي بتعلم منهم حقيقي الرينال داياليسيس
يعني عندي كدني اند ستيج والناحيتين كلهم هتروفيك ايكوجينيك بتشوفهم بصعوبه، هتحط عليهم رينال ارتري دوبلر مش هتطلع بفوايد كتيره الا ايه انك تاخد الكيرف اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيبقى فيري هاي ريزيستنس لدرجه انك مش هتلاقي عندي داستوليك فيلو خالص، والبيك سيستولي هتبقى قليل. ده في الرينال كيدنيز اللي هم اصلا خلاص احنا ما عدناش بنروح لهم. انما مشكله الدياليسيز كلها بتيجي على الايه فيستولا وتقييمها. هل ده سؤالك ولا لا؟ الفولو اب بتاع الرينال دياليسيز، الفولو اب بتاع الايه فيستولا، ولا الفولو اب بتاع الكيدنيز؟ الكيدنيز خلاص احنا ما بنعملهمش، ما بيطلبهمش دوبلر لان اصلا هو عمل فيستولا وبيعمل منها دياليسيز. فالايه فيستولا احنا ان شاء الله هنعمل سيشنز حلوه قوي للايه فيستولا وهتبقى انتر اكتف، وجهزوا وان شاء الله اسئلتكم واحنا مع بعض باذن الله تعالى. اسئله تانية يا دكتوره؟ كان عدت مني حاجه انا دكتوره ولاء الزهر متشكرين يا ستي وكل اهل طنطا واسنا واسنا مين بقى وبسيون سامحونا. الدكتور محمد عوض كلنا، انا مش هقدر اذكر كل حبايبنا بصراحه، انا سعيد جدا بالتواصل ده. دكتور عاطف نمرود ربنا يبارك فيه، طبعا من الناس الافاضل في جامعه الازهر. الايديا اي هوب ان انا اكون الى حد ما تفاعلت وقصد التفاعل هقول لكم من الاخر تو ايه عايز اجيبها ببساطه يعني. To continue our relationships، بلاش relationships عشان دكتور نوري. بص to continue ايه؟ To continue our تعارف. الله سبحانه وتعالى امرنا بالتعارف ودي احد فوائد التعارف. والتعارف بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس ان كلكم حافظين الايه اكتر مني، خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم وليس أعلمكم وليس وليس وليس. وربنا يفهم القلوب كويس، فيا رب نق قلوبنا جميعا. كنت يمين كنت شمال كنت فوق كنت تحت، كلنا من أب واحد وأم واحدة ورب واحد، ونشكر ربنا إن إحنا عندنا رب واحد. افهموه أكيد فاهمين ليه؟ لأن لو عندنا اثنين هنروح لمين فيهم دلوقتي؟ لا إحنا رايحين لرب واحد، ودي كون الحياة. يبقى نمبر 1 الانتراكتيفيتي هدفها التعارف، تشجيع البعض ونبذ نبذة من الأمل في وقت الدنيا كلها رايحة أنا عمري ما هتكلم على كورونا، أنا مش بتاع كورونا، أنا بتاع دبل وبتاع سونار وبتاع أشعة. طيب ده تخصص، دي رسالة لحضراتكم، اقعد مع نفسك وراجع وشوف رايح فين. طبعا أنا مش بكلم أخواتي حبايبي الأكبر مني اللي هم يعلموا أكتر مني، أنا بتكلم اللي لسه جونيورز وعلى الطريق في أوله. اوعى تتوه، حدد الهدف بتاعك. دكتور ممدوح محفوظ الله يكرمه ربنا يديله الصحه حقيقي، كنا اتقابلنا في المره اللي كنا رايحين فيها ورجعنا. قال لي يا ابني هدفك ايه؟ عشان كده عملنا المحاضرات دي ان شاء الله، فربنا ينفع بينا وبيكم وان احنا يبقى عندنا حماس لانك تكمل. ده مش عيب فيك، بعض الناس بتعيب علينا الحماس ازاي؟ لا يا حبيبي، اذا كان عندي حماس ازاي؟ خد مني، واذا كان عندك هدوء اخد منك، لكن احنا مع بعض نبقى حاجه قويه. علشان نكون مع بعض لازم نخلص النوايا وربنا ينفع بينا وبيكم. انا مش جاي اخاطب قلوب ولا ضمائر ابدا ابدا، لا بالعكس، عشان ما حدش يزعل مني انا جاي اقول لكم احنا بنحبكم وانتم بتحبونا. Let us to be an example. ربنا ينفع بينا وبيكم، اللهم انفع بينا الناس، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتقابل الاحد اللي جاي، ولو ليكم اي اراء انا مستعد ان انا اسمعها. في سؤال؟ في سؤال. سؤال دكتور نوري، how to follow up patient with renal transplant. ما احنا هو ده دكتور معنا. لا ده سؤال تاني من دكتور تاني. how to follow up patient with renal transplant. دكتور نوري حبيبي، ترانسبلانت ان شاء الله انا بوعد ليكم حاجه رائعه في الترانسبلانت، تعرفنا رايحين فين وجايين منين وادي خبراتي فيها باذن الله، فما تقلقش منها. لكن مبدئيا الانديسز مهمه جدا، وانك تقيس البي مود وتحط السايزز وتحط كل حاجه، ولازم عندك بيزل ستادي هنتكلم عنها بالكامل، وان شاء الله هتنبسط منها قوي باذن الله. في
برضو كتب سؤال تاني. Sorry, how follow up patient in doctor study that needs dialysis. ازاي اعمل follow up لpatient هيعمل dialysis. هيعمل dialysis. يعني اشوف الكدني اللي راح يعمل dialysis. اوكي. برضو عندك الستاندرد ستاديز وانك تقيس بالذات. شكرا يا دكتور معه. نقطة مهمة جدا. احنا اسفين هنطول دقيقتين كمان. انك تقيس المقاسات الانديس الصح خطير. خطير الكلام ده. مهم قوي. علشان كده حطينا في الدبل في الـ في الـ في الريبورتنج. ودي حد طلبها مني وان شاء الله هصلحها. ان انا احط ريبورت وازاي نكتب الريبورت. باذن الله. هنا لازم اقبى اوبجكتيف في طريقه الفحص بتاعي. يعني كل الانديسز اللي بقيسها لازم اكتبها كويس جدا واخدها مره واثنين وثلاثه علشان انا بمتابعه الانديسز هقدر اشوف الكيرف بتاع الكدني دي بتتحسن ولا ما بتتحسنش. شكرا يا دكتور معنى. فهمت سؤالك دلوقتي. فعلشان كده الانديسز خطيره جدا لازم تحطها وتعمل لها كيرف علشان لو هتعمل دوبلر كل فتره تشوف الكيرف ده ماشي ازاي. ده ملناش بطريقة غير كده لمتابعة الكدني وحالتها في الناس اللي بيتحضروا للدالس أو اللي ممكن بيعمل كل فترة أو وقت المحاضرات أونلاين بالتحديد اليوم. إحنا دكتورة ساهي بتسأل على وقت المحاضرات. إحنا بنبتدي واحدة توقيت القاهرة. حضرتك بقى حسب مكانك بتقيمها مع توقيت القاهرة. كل يوم حد الساعة واحدة. احنا دايما موعدنا كده حد الساعه 1 2 الساعه 2 3 لا بس هو احنا النهارده حد فقط لحد ما عندنا وقت ممكن نعملها اكتر باذن الله تعالى. دكتوره دعاء من فضلك انا مش لاقي محاضرات الكاروتيد. لا حضراتكم معلش يعني احنا عندنا يوتيوب تشانل اتعملت ومعموله بقى لها فتره. يمكن حضراتكم بتكسلوا تروح عليه. اليوتيوب تشانل والرابط موجود في الاعلان. اسمها احمد ابو الفتوح وهننزلها تاني. اليوتيوب تشانل فيها المحاضرات نزلت مترتبه ودي الابديتس من المحاضرات عشان زمايلنا حبايبنا اللي حضروا معانا قبل كده دورات وكورسات وكده لو شافوا بعض اختلاف. لا هو اختلاف بسيط للابديتنج فما تقلقش هو اختلاف بسيط. اللي سمع قبل كده هينبسط قوي واللي ما سمعش هيلاقيها سمبل وينبسط بيها جدا. فاحنا باذن الله يا ريت تتابعونا على اليوتيوب تشانل واتمنى يجي لي منكم اسئله عليها. ليه؟ احنا عايزين نفعلها عشان نلم مليارات من وراها. ها؟ مليارات من اليوتيوب تشانل ويوتيوبر والكلام. اوكي ماشي هنوزع عليكم شويه. يا رب ينفع بينا وبينكم. سؤال من دكتوره سلوى علي اختنا حبيبتنا بنتنا وحبايبنا من الاسكندريه كلهم. ان كيس اوف رينال اي في فيستولا از دوبلر انف تو دو سي تي انجيوجرام تو كونفيرم. طيب خليني افهم السؤال كويس. احنا هنا في تواصل مع حبيبتنا دكتورة سلوى اللي هي نيفرولوجيست وبتقول لنا بقى في حالات الرينال اي في فيستولا صح كده اي في فيستولا از دوبلر انف اور تو دو سي تي انجيوغرافي تو كونفيرم وات. يا ريت توضح لنا السؤال تاني. عموما لو احنا جينا في حالات الاي في فيستولا علشان انا عارف اشكرك يا دكتوره سلوى جدا على انك تدخلتي معانا لان كتير من دكاتره الاشعه بيفكر ان احنا في الطب وخلاص. لا احنا عمرنا ما نبقى في الطب الا ما نتعامل مع الكلينيشنز. وسؤال زي دوت يفتح معانا نقول هل الاي في فيستولا دوبلر كافي ولا اروح اعمل انجيوجرافي؟ لا بصراحه لو اتعمل من حد بيرفكت كده زي اللي بيسمعونا كلهم هيبقى كافي ويديكي ريزلت حلوه جدا طالما حد فاهم الفيستولا والاي في فيستولا وتقييمها. دكتوره سلوى حقيقه انا اعذر كل النيفرولوجيست لان معظمنا كارديولوجيست كتير بنشتغل دوبلر وكتير بنزهق من تقييم الاي في فيستولا وكتير بنشتغل الاي في فيستولا واحنا مش فاهمينها. مش عيب فينا ولا تقصير. لا تقصير تقصير لكن لما نركز فيها ونفهم حضراتكم عايزين ايه كنيفرولوجيست في تقييم الفيستولا لا بنقدر نديكم اللي انتوا عايزينه. والدوبلر كافي جدا 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 على فكره كافي في التقييم بشكل قوي جدا جدا جدا. الانجيوجرافي بنروح له بقى ايه في فيري فيري رير كيسز ان يبقى فيها محتاجه حضرتك تتدخلي عشان تعملي انجيوبلاستي وان داوت
وجالك تقرير او اتنين من ثلاثة دكاترة دوبلر مديني درجات مختلفة وما هماش سبيشيالايزد في الاي في فيستول. ولذلك الاي في فيستول هنعمل لها دورة كاملة بإذن الله، وأرجو ان هي توصل للكل، واحنا عندنا الـ 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 القناعة الكافية ان احنا نقنع بيها ونعلم بيها زمان الافاضل. فايهوب ان انا اكون جاوبتك يا دكتورة سلوى. دكتورة سلوى بتقول تاني ايه في فيستولا ان رينال بارينكما. شكرا يا دكتورة سلوى. برضو دكاترة الاشعة ينتبهوا لهذه النقطة. هل تقييماتنا للرينال تيشو لما قلنا نعمل لما نيجي نفحص الرينال دوبلر او رينال عادي او رينال دوبلر بيبقى احيانا كليا عاملة قبل كده بيوبسي او كليا فيها باثولوجي معين بيطلع جوه الانترابارينكمال لوكيشن تلاقي اي في فيستولا وذن الاي في فيستولا دي مختلفة عن الاي في فيستولا اللي بنركبها عشان نعمل دالس. لا دي حالات هم بيتابعوها ممكن رينال ترانسبلانت او كدني ويتعمل منها بيوبسي ولا حاجة ويتكون في الكليه نفسها فيستولا. طبعا دوبلر يا دكتوره هايل في انه يديتكت الفيستولا دي ويبقى يعني 99.9% يشخصها ويطلع كويس جدا. ولكن احيانا عشان تحبوا انتوا تتدخلوا وتوديها لحد فاسكولر ويعمل مثلا انترفيرنس احيانا بتحبوا صوره ثابته بانجيوغرافي. انجيوغرافي از مور سبيسيفيك وهو الجولدن دايجنوستيك بروسيدر، ولكن الدوبلر فيها مهم وبيشخص وبقوه. بس انا هستاذنك في حاجه ودي كل دكاتره الاشعه هيقولوا لي عليها. ايه الحاجه دي؟ بعد اذنك يا دكتوره تبعت لنا ريكوست مفهوم احنا اسفين مفهوم كتابه ومفهوم معنويا، يعني تكلم الدكتور والدكتور انا شاكه ان في فيستولا هنا او انا شك ان كذا كذا انا محتاج ادور على كذا. لان احنا احيانا لما نكون مش اورينتد بالمسج، وده برضو حتى بنبه بيها كل زمايلي، بليز ريد ذا كلينيكال ريكويست في كل الاشعه مش في الدوبلر بس ولا في السونار بس، عشان كده فعلا الدوبلر بيقدر يلقط وبيشخص الهيفي فيستولا اللي هي ويذن ذا رينال تيشو، بيكون سببها بقى بايوبسي قبل كده او سببها باثولوجي او 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 او. فاحنا بنشخصه كويس جدا يا دكتوره سلوى. شكرا. دكتوره ديانا روزا، وما هي العقبات على المرضى اذا فاتت مننا الاي فيستولا في نتيجة حقيقي؟ يعني يا دكتوره الاي فيستولا ليها مشاكلها الاكلينيكيه، ويا ريت حد برضو من الاساتذه الافاضل او دكتوره سلوى تبعت لنا ورقه كده بايه مشاكلها اللي ممكن هي هتضرنا في ايه الاي فيستولا في الكدني. ها ابعتلنا كده قوليلنا عشان برضو دكاتره الاشعه يعرفوا. طبعا this is an abnormal circulation، ممكن تؤدي هرمونال تشينجز وممكن تعمل شويه تشينجز انا اي هوب ان احنا نقراها قبل ما نجاوب عليها. فالعقبات على المرضى اذا انت ما لقطتهاش، ما يصحش يا دكتوره ان احنا نعمل دوبلر على الكدني وما تشخصش اي في فيستولا وذن ذا كدني حقيقي، ما ينفعش. لان انا كراجل متخصص دوبلر لا، وجاتني دوبلر احد الاشياء اللي اعمل عليها وانا بدور على الحاجات الرئيسيه اللي احنا قلنا عليها. وما ينفعش مثلا تكون عندي ستون ما اشوفهاش مثلا. طب الستون قصه، طب الايه فيستولا ايه مشاكلها؟ لا انا ما شفتهاش. مشاكلها ان الكلينيكال بروبلم هتيجي وممكن تكبر وتعمل انوريزما احيانا. بصوا انا مش هتكلم حقيقي مش مراجعها، خلينا نراجعها مع دكاتره الايه الرينال. وانت يا دكتوره ديانا يا ريت تبعت لنا مشاكلها لما تراجع منها، معلش سامحينا بقى انا مش مركز فيها قوي، ويمكن دكاتره الكلينيشن يبقى عندهم الابعاد بتاعتها اكتر لي. انما انا كدكتور بشتغل على الكدني لا ما تروحش مني وما ينفعش تعدي مني، ولو عدت مني تبقى وحشه في حقي يعني. ايه تاني؟ الدكتوره سلوى بتقول اف سيمتوماتيك كونزرفاتيف اف اف اسيمتوماتيك. دكتوره سلوى جابت لنا الرد بسرعه، مشكوره دكتوره سلوى. قالت اذا كانت الاي في فيستولا سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك، لو سيمتوماتيك لابد من تدخل وايه ونقفلها. طب لو اسيمتوماتيك بتمشي كونزرفاتيف نتابعها كل فتره. طيب
ده بالظبط اللي قالته الايه الدكتوره سلوى. دكتور اسماعيل، هل من الممكن تشخيص رينال ارتري ستينوزس من الاند دايستوليك فيلوسيتي فقط؟ حضرتك اند دايستوليك فيلوسيتي بس مش هتبقى اكيوريت ولا كونفيدنت، لانك هتبص يا دكتور اسماعيل على الاند دايستوليك فيلوسيتي. احنا حقيقه في الرينال ارتري ستينوزس اكوردنج، انت حاطط السامبل فوليوم فين؟ هل حاططها في الارتري ما قبل الاستينوزس، ولا حاططها في الارتري عند الاستينوزس، ولا حاططها في الارتري ديستال تو الاستينوزس؟ لو انت حاططها ما قبل الاستينوزس هنشوف الاستينوزس ده، اذا كان سيجنيفيكانت فلازم يكون الفيز بتاعنا هيبقى اسمه مونوفيزك وطالع والسرعه قليله، وهتيجي عند الاستينوزس هتلاقي السرعه ضربت في السماء. السرعه بقى مين؟ خد بالك بقى مين، عشان ده سؤالك اجاوب عليه. يبقى عند الاستينوزس، لو انا حاطط ايدي عند الاستينوزس ولقيت السرعه ضربت في السماء عدت ال 200 ولقيت معاها، خد بالك السرعه عندي البيك سيستوليك فيلوسيتي. طيب في الحاله دي هتطلع السرعه البيك سيستوليك بس؟ لا، ده بتطلع البيك سيستوليك والاند دايستوليك. في الحاله دي فقط اقدر اقول لك ان الاند دايستوليك فيلوسيتي لو عدت ال 150 رقم، كلمه رقم رقم اهو، لو عدت ال 150 يبقى الاستينوزس ده سيجنيفيكانت. دي الحاله الوحيده اللي اقدر اقول لك من الاند دايستوليك فيلوسيتي تقدر تقيم ده سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت. طبعا لوحدها انت خدت الداتا منها وعرفت ان هي عاليه عن 150 بتقول اه ان ده سيجنيفيكانت سينوس ومعدي ال 80%. تروح بعديها هتلاقي الترفس برفس موجود، ما بتاخدش قرارك من حاجه واحده، لكن سؤالك يا فعلا ممكن اخد الاند دايستوليك فيلوسيتي شرط انك تكون قايس عند الاستينوزس اللي فيه برضو البيك سيستوليك عاليه، ولازم يكون المقاس اعلى من 150. اوكي طيب ايه كمان؟ سهير بتقول ايه في فيستولا انديسز؟ ايه في فيستولا انديسز؟ مش فاهم يعني ايه ايه في فيستولا انديسز. خلينا نشوف السؤال بعدها. كل سلوى بتكمل برضو بتقول هاي سي او بي هارت فيلير رابشر انفكشن. دكتوره سلوى بتدينا الكومبليكيشن بتاعتها، كاردياك اوتبوت بيعلى، بيعمل كاردياك فيلير لو كان في فيستولا في الكدني، بيعمل كاردياك فيلير، يعمل رابشر، يعمل انفكشن. شكرا دكتوره سلوى، واي هوب ان احنا كاشعه نعرف الكومبليكيشن بتاع الاي في فيستولا اللي ممكن تكون ويذن ذا ايه، ويذن ذا كدني او رينال تيشو. دكتوره سهير، افكت اوف اي في فيستولا اون رينال دوبلكس انديسز resistive index for example. لو في اي في فيستولا موجوده في الرينال تيشو، خلاص هحط ايدي مثلا على الرينال ارتري، الرينال ارتري راح يغذي ايه؟ راح يغذي very hyper dynamic circulation. فلازم تكون ايه عندي انا انا بوريكم طريقه تفكيري في الدوبلر، زي ما قلت لكم هو اتزيجيمو فيو دايناميك. هيكون ايه عندي؟ هتلاقي الفيري فيري لو اند دايستوليك فيلوسيتي، سوري فيري فيري هاي اند دايستوليك فيلوسيتي وفيري فيري لو ريزيستيف اندكس ومعاه البلسيتيليتي كمان، فهيكون قليل جدا. رقم كام حقيقي انا مش مراجع الرقم كام، لكن الكونسبت هيبقى اقل. لو احنا قلنا الكيدني دايما بيبقى ريزيستيف اندكس اقل من 7، هنا هتلاقيه مثلا اقل من 4 اللي هو ريزيستيف اندكس. يعني الكونسبت ان هيبقى قليل جدا جدا، لانك انت زودت عمليه فتح الاند كابيلاريز وخليت الارتري يروح للفين بسرعه، فما بقتش فيه ريزيستيفيتي. تمام. ايه تاني من الاسئله؟ انا حاسس ان احنا طولنا عليكم، والاسئله جميله والحوار رائع، واشكركم جدا جدا جدا. احنا مطالب مننا ان احنا نعمل سيشن صغيره كده على الاي في فيستولا وذن ذا كيدني، وده انا قلت لكم هنعمل ادفانسد ليكتشر ان شاء الله، احنا بنحضر فيها لبقيه الديزيزز اللي ممكن تطلع غير الرينال ارتري ستينوزس وغير الرينال بارينكمال ديزيز، لكن هنحط فيها الفيستولا ان شاء الله ونهايلايت عليها باذن الله. الى حد الان انا حقيقي انا ما اعرفش عدينا 38 دقيقه تقريبا، اي ثينك ان احنا طولنا عليكم، لكن انا كنت سعيد جدا جدا بالحوار، وبشكر جدا كل الدكاتره اللي تفاعلوا معانا بالاسئله، وكل الدكاتره اللي ما زالوا مصرين يسمعونا واحنا بنتابعهم ويتابعونا، وكل الدكاتره اللي ما سمعوناش، وكل الدكاتره اللي في الوطن بتاعنا بالكامل، وكل الدكاتره اللي في العالم، دكاتره بس والعالم كله.
نلتقي إن شاء الله في المرة الجاية، وربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ بلادكم. وأشكركم جدا 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 جدا، اللهم انفع بينا وبيكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام عليكم.